تهانينا والناموس للجميع مشاهدينا متابعينا الكرام في تحديات صباح هذا اليوم مع سن اللقاية بشعارات أصحاب السمو الشوخ، حيث تابعنا 14 شوطا في مسافة ورحلة 4 كيلومترات. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بملخص سباق صباح هذا اليوم. الشوط الأول الرئيسي جاء مع الظبي بشعار هجن الظبي والتوقيت الأفضل والأجمل في هذا الصباح. تهانينا لسمو الشيخ منصور بن طحنون آل نهيان وإلى أنجاله الكرام سمو الشيخ خليفة وسمو الشيخ محمد وإلى المبتكر من قاد أيضا الظبي مع التوقيت الأفضل والأجمل في هذا الصباح محمد بن حمد بن رغش الوهيبي. 6:02 من الثانية توقيتها الزمني. أما شوطنا الثاني فينطلق ما يخاف بناموس هذا الشوط بشعار معالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد وقيادة مختار بن أحمد. 6:12 5 من الثانية توقيته الزمني. أسرار جاءت بشوطنا الثالث بشعار هجن سيح السلام وبقيادة سعيد بن عبيد بن مروشد والتوقيت الزمني 6:20 بالوفاء والتمام. الشوط الرابع فكان الموعد حاضرا مع فجاج بشعار معالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد وقيادة مختار بن أحمد. 6:14:09 توقيته الزمني. الشوط الخامس تنطلق الظبي بناموس هذا الشوط لتضيف النقطة الثانية لهذا الشعار والأداء المتميز في اللحظات الأخيرة والعرض الرائع. 6:13 1/1 توقيتها الزمني. تهانينا لهجن الظبي وإلى المضمر محمد بن حمد بن رغش المبتكر من قدمها في ثاني نقاط أيضا هذا الشعار. أما الشوط السادس فكان الموعد حاضرا مع نشوان لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد ومختار بن أحمد في عملية تضميره وتدريبه. 6:12:03 التوقيت الزمني. الشوط السابع كان الموعد حاضرا مع الشاهينية بشعار هجن زعبيل وقيادة المتألق راشد بن محمد بن مروشد. 6:13:05 هو توقيت الشاهينية. الشوط الثامن ينطلق أيضا شاهين بناموس هذا الشوط لهجن زعبيل وقيادة راشد بن محمد بن مروشد والتوقيت الزمني 6:12:09. تعود الظبي أيضا وشعار هجن الظبي الشعار المملوك لسمو الشيخ منصور بن طحنون آل نهيان في شوطنا التاسع والتوقيت الزمني 6:13:03. تهانينا على هذا الأداء المتميز لهذا الشعار والنقطة الثالثة في هذا الصباح والتهاني للمبتكر محمد بن حمد بن رغش الوهيبي. الشوط العاشر يأتي شاهين بناموس هذا الشوط بشعار هجن زعبيل وقيادة المتألق راشد بن محمد بن مروشد والتوقيت الزمني 6:10:04. أما شوطنا الحادي عشر فتنطلق الشاهينية أيضا بناموس هذا الشوط بشعار هجن زعبيل وقيادة المتألق راشد بن محمد بن مروشد 6:08:09 توقيتها الزمني. الشوط الثاني عشر كان الموعد حاضرا مع الوال بشعار سمو الشيخ حميد بن خالد النعيمي وقيادة سند بن راشد العويسي والتوقيت الزمني 6:13:08. الشوط الرابع عشر كان الموعد حاضرا مع الشاهينية تضيف النقطة الخامسة لهذا الشعار شعار هجن زعبيل وقيادة المتألق راشد بن محمد بن مروشد والتوقيت الزمني 6:11:02. أما شوطنا الرابع عشر فكان الموعد حاضرا مع الخوارة تضيف النقطة الرابعة أيضا لهذا الشعار في هذا الصباح شعار معالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد وقيادة مختار بن أحمد من قدم الخوارة في ختام هذه الأشواط والتوقيت الزمني 6:13:04. تهانينا والناموس للجميع مشاهدينا متابعينا الكرام في تحديات سن اللقاية على أرضية هذا الميدان ميدان المرموم تحفة الميادين بلاد الدنيا دبي. إلى هنا مشاهدينا متابعينا الكرام ناتي إلى ختام سباق هذا الصباح. تقبلوا تحيات الجميع فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.